العجل السامري. بينما كان كليم الله موسى عليه السلام على جبل الطور، سأله الله تعالى قائلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فأي شيء حمل نبي الله موسى عليه السلام على العجلة والسرعة؟ ولماذا تعجل القدوم؟ ولماذا أسرع وسبق قومه؟ فأجاب موسى عليه السلام: هم أولئك على أثري، إن قومي سائرون على أثري، متابعون لمواقع قدمي. ثم أجاب عن سبب عجلته بقوله: وعجلت إليك ربي لترضى، أي تعجلت في القدوم إليك حسب الموعد الذي وعدتني إياه، وكل شوق لحلول الموعد، وذلك لتزداد عني رضا. لقد غلب الشوق على سيدنا موسى عليه السلام إلى مناجاة الله والوقوف بين يديه، وقد ذاق حلاوتها من قبل، فهو إليها مشتاق مستعجل. وقف في حضرة مولاه وهو لا يعلم ما وراءه ولا ما أحدث القوم بعده حين تركهم في أسفل الجبل، وينبئه الله بما كان خلفه وبما حدث لقومه في غيبته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. كيف يمكن لقومي أن يضلوا؟ كيف يمكن لهم أن يعبدوا غير الله أو أن يشركوا بعبادته أحدا؟ أبعدما رأوا من آياته الباهرات الشيء العظيم؟ أبعدما رأوا معجزته سبحانه حين شق لهم البحر وخلصهم من فرعون وجنوده؟ ربما هكذا فكر كليم الله موسى عليه السلام في نفسه وهو يسير مسرعا في طريق رجوعه إلى قومه من بني إسرائيل، قومه الذين خرج بهم خلسة من أرض مصر لينقذهم من استعباد فرعون ورجاله. وبعدما اجتازوا حدود مصر وعبروا البحر، تركهم موسى ومضى إلى ميقات ربه عند جبل الطور ليتلقى منه المزيد من العلم والحكمة وأسرار التوراة المقدسة. وبعدما تمت الأيام الثلاثون للميقات، أمره الله سبحانه أن يزيد موعده 10 أيام جديدة، وما إن انقضت الأيام الإضافية حتى أخبره الله بما جرى ويجري عند قومه عن الفتنة التي تأججت نارها فأضلت بني إسرائيل. وتشتعل نار الغضب في قلب نبي الله وهو يدنو من مساكن قومه. لم يكن الغضب لنفسه، بل كان غضبا لله وحزنا على جهالة بني قومه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ما أكثر النعم التي أنزلها الله على بني إسرائيل، بل ما أكثر المعجزات التي رأوها على يدي موسى عليه السلام. وعلى رغم ذلك انحرفوا وسارعوا إلى اتخاذ صنم ليعبدوه على أنه إلههم، على رغم أن موسى عليه السلام كان قد حذرهم من هذا ووصف هذا الفعل بالجهالة. ولكن كيف حصل هذا؟ ولماذا؟ كيف تجرأ بنو إسرائيل على أن يتخذوا هذا التمثال الذهبي لعجل صغير، أن يتخذوه إلها ويعكفوا عليه ساجدين؟ هكذا سأل كليم الله زعامات بني إسرائيل، مذكرا إياهم بنعم الله عليهم، مستغربا ما فعلوه ولماذا لم ينتظروا عودته من ميقات ربه. ألعله تأخر عن عودته 10 أيام؟ 10 أيام وحسب؟ وحتى عندما حاول أخوه ووزيره في شؤون النبوة هارون عليه السلام، عندما حاول منعهم من هذا الانحراف الرهيب، فإن القوم استضعفوه وكادوا يفتكون به ويقتلونه، ولم يثبت معه على الإيمان إلا نفر قليل. فما أشد الخطايا التي ارتكبها القوم خلال غيابك يا كليم الله؟ ولكن من هو ذلك الضال المضل الذي قاد هذا الانحراف الفظيع؟ من هو هذا الذي كانت له الجرأة كي يرتكب هذه الخطيئة ويجيش المشاعر والغرائز كي تفعل هذا الفعل المنكر؟ لم يكن كليم الله بحاجة ليسأل، فالله سبحانه كان قد أنبأه من قبل. إنه السامري، صائغ الذهب الماهر، وصاحب البيان الساحر والمقنع. ويرسل موسى في طلب السامري كي يسمع منه ويستجوبه، ولكنه قبل هذا يسأل سادة بني إسرائيل عن بداية هذا الانحراف وبداية قصته، فيجيبونه بكل صراحة ووضوح. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ بدأت الحكاية بعدما اكتشف موسى عليه السلام أن كثيرا من نساء بني إسرائيل قد قمن بالاحتيال على المصريات، فأخذ منهم حليا ذهبية بنية الاستعارة، ولكنهن كن ينوين الاستيلاء عليها بعدما علمن بأمر فرار بني إسرائيل من مصر. وعندما علم موسى بأمر هذا الذهب منع القوم من التصرف فيه على اعتبار أنه وزر من أوزار اتباع الشيطان وغواياته، منعهم من التصرف فيه إلى حين عودته من ميقات ربه. وما إن غاب
حتى شرع السامري في لعبته، فقد أقنع بني إسرائيل بأن أفضل وسيلة للتخلص من إثم هذا الذهب هو عبر تطهيره. أما هذا التطهير فيكون عبر استعماله لصياغة صنم يجسد إله بني إسرائيل. وشيئا فشيئا أقنع السامري القوم مستغلا غياب زعمائهم مع موسى عليه السلام في الميقات. وتجمع الذهب بين يدي السامري، فشرع من فوره وهو الصائغ الماهر بصناعة هذا الصنم، مستخدما كل براعته وألاعيبه وخدعه، وسرعان ما أنجز أداة الفتنة والخديعة تمثال العجل الذهبي. ولكي يمعن السامري في خديعته فقد استخدم مهاراته كلها، فجعل للتمثال فتحة خفية ينفذ منها الهواء ليخرج من فمه مصدرا صوتا شبيها بخوار العجل. وانطلت الحيلة على القوم، وباتوا يصدقون بأن هذا التمثال هو تمثال ربهم. وأوغل السامري في مكره وخداعه، فادعى للقوم بأن هذا الصوت هو وحي من الله، وبأن موسى بن عمران أخطأ بذهابه للميقات في جبل الطور، وبأنه كان قادرا على تكليم ربه من خلال هذا التمثال. وانطلت الخدعة على بني إسرائيل. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وانبرى هارون عليه السلام مذكرا قومه بأنها فتنة ماكرة، وبأنها مكيدة من السامري، غير أن بني إسرائيل أصروا على السجود لذلك الصنم الذهبي حتى يرجع موسى من ميقات ربه. ويعود موسى عليه السلام من ميقات ربه، فلا يسمعون من نبيهم إلا كل تقريع وتوبيخ، ولكن كان على كليم الله قبل أي شيء أن يواجه رأس الفتنة ويبطل ألاعيبه. وها هو السامري يمثل بين يدي موسى مرتعشا مرتعبا، فهيبة موسى كانت من القوة، بحيث إن أقوى النفوس تضعف عندها، وهكذا كان حال السامري. ويسارع موسى إلى استجوابه. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. ويعترف السامري بمؤامرته وفتنته، فهو قد رأى أمرا وطمح إلى شيء لم يطمح إليه أحد. ولكي يحقق غايته في أن يصبح زعيما لبني إسرائيل، كان عليه أن يأخذ بعضا مما أمر به موسى ونهى عنه، فكان أثرا منه. أما هذا الأثر فهو يوم نهاهم عن أن يتخذوا صنما يجسدون به الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء. أجل، لقد قبض السامري على هذا الأثر ورماه خلف ظهره ساعة خالفه وفعل فعلته،
ولكنه وإن تجرأ على هذا الأمر فحسب وسولت له نفسه هذه الخطيئة، فقد وجد نفسه يمعن في جهالته وضلالته حتى افترى الكذب على موسى ونسب إليه الخطأ بذهابه لميقات ربه عند جبل الطور، ثم وجد نفسه إماما من أئمة الشرك والضلال. وأدرك السامري في تلك اللحظات أن العقاب الشديد ينتظره، ولكنه لم يكن يتصور شكل هذا العذاب. ويرفع موسى يده مخاطبا بني إسرائيل معلنا حكم الله وحكمه على رأس الفتنة. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. لقد صدر الحكم بنفي السامري وإبعاده كليا، نفيه لا عن بني إسرائيل وحدهم بل عن كل البشر. نفي يجعل السامري نفسه ينفر من أن يقترب منه أحد خوفا من مخالطته أو مسه، فيهيم على وجهه وهو يهتف على الدوام: لا مساس، لا مساس. أما أداة الفتنة تمثال ذلك العجل الذهبي، فكان يجب أن يدمر كليا ولا يبقى له أي أثر، فما خلفه في النفوس كان خطيرا ولا بد من اقتلاعه من جذوره. وما كان ذلك ليتم إلا بالنار، ومن ثم بماء البحر، البحر ذاته الذي دمر أكذوبة فرعون وكشف زيفها. وهكذا أمر موسى بن عمران، أمر بتحريق التمثال، أي تحطيمه إلى قطع صغيرة صغيرة ثم نثرها ورميها في جوف الموج المتلاطم لتغرق فيه وتنمحي أكذوبة السامري إلى الأبد. ونفذ أمر موسى عليه السلام. أما السامري فوقف من بعيد يراقب تداعي أحلامه وعاقبة فتنته ووبال ظلمه وخديعته. وقف والحسرة تأكل قلبه، ثم هام على وجهه منفذا العقوبة الإلهية بالنفي وهو يهتف قائلا: لا مساس، لا مساس. وقد عقب القرآن الكريم على عبادة بني إسرائيل العجل بقوله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. تبين الآيات غضب الله على الذين اتخذوا العجل إلها، وإيقاعه الذلة بهم في الحياة الدنيا، لأنهم مفترون كاذبون حيث زعموا أن العجل إله معبود، وهذا كذب وافتراء على الله، والله يجزي المفترين الكاذبين عقابا وذلة.
ويفتح الله لهؤلاء العصاة المذنبين باب التوبة والعودة إلى الإيمان بالله وتوحيده. فإن تابوا عن كفرهم وعبادتهم العجل وآمنوا بالله وعبدوه وحده، فإن الله يقبل توبتهم ويغفر لهم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبعدما قضى كليم الله موسى عليه السلام على مشكلة العجل بصهره وبرده وتذريته في البحر وطرد السامري، زال عنه الغضب وعاد إلى ألواحه التي فيها الهدى والرحمة للمؤمنين الصالحين الذين هم راهبون لربهم يخافونه ويخشونه ويتقربون إليه بالعبادة، فبلغها إلى قومه وطالبهم بالالتزام بها. ولما أراد عابدو العجل التوبة إلى الله والتكفير عن ذنبهم الكبير الذي ارتكبوه، شدد الله عليهم الكفارة وقرر بأنها لا تتم إلا بأن يقتل بعضهم بعضا. وقام الفريق الذين ثبتوا على الإيمان بالاستعداد لقتل الفريق الآخر، واستسلم عابدو العجل للقتل على أيدي إخوانهم. وهكذا حدثت مقتلة في بني إسرائيل أمام نبيهم موسى عليه السلام بأمر من الله سبحانه، وقتل من قتل فيها. وبعد ذلك عفى الله عنهم وقبل توبتهم وأمر بإنهاء المقتلة. وهذه العقوبة نموذج من التشريعات والعقوبات المشددة التي شددها الله على بني إسرائيل. وبهذا انتهت قصة عبادة بني إسرائيل للعجل، وأسدل الستار على وقائعها، لكنها بقيت نقطة سوداء من النقاط السوداء الكثيرة التي ملأت تاريخهم القائم على المخالفات والانحرافات والتجاوزات.